طيب يعني خلينا برضو نتكلم عن مسلسلات، ويمكن اخرهم ما وراء الطبيعه، هو ده حاز على اعجاب ناس كثيره جدا ومشاهدات كثيره جدا. انت بتعمل ازاي السكريبت يعني يا محمد؟ يعني انت بتقعد تتفرج على المسلسل مره وبعد كده تكتب السكريبت ده مره واحده، ولا بياخد منك وقت؟ لا انا بتفرج على المسلسل او الفيلم 3 مرات. اه يعني لو انا يعني الا مثلا لو انا اتفرجت على المسلسل ده قريب، يعني انا بتفرج مره عشان افتكر او عشان اجمع الاحداث، او زي ما وراء الطبيعه. ما وراء الطبيعه ده من الحاجات اللي كانت طويله معايا جدا. ده قتلني بصراحه. من اطول الحاجات، عشان ابقى عارف المسلسل اللاين بتاعه عامل ازاي. بعد كده ببتدي بقى اتفرج تاني عشان افرغ المسلسل. يعني انا اللي بكتب السمري بتاعت المسلسل كامله. عشان وانا بتفرج كان في افيهات انا بطلعها بعيني، يعني في احداث كده لازم اتفرج بنفسي واكتب، وبعد كده بتفرج بس المره الاخيره دي سريع بقى، سكيب سكيب كده عشان اكتب بقى الفاينل سكريبت. فهو يعني الحوار بيتكتب على كذا خطوه. يعني مده قد ايه مثلا؟ وقت قد ايه؟ وكمان لو مسلسل طويل بقى انت بتجيب اصلا كمان لسه انا ونوران بنتكلم بنقول ايه، لو حد ما شافش مثلا مسلسل معين او فيلم محدد كده انت بتلخصه له، بتجيبه من اول للاخر بطريقتك. بس بفهم الامور شويه، يعني بوصل للفكره. بياخد يعني ما وراء الطبيعه ده خد اسبوعين، يعني انا المفروض بنزل فيديو كل اسبوع، لا انا في اسبوع ما عرفتش انزل فيه عشان ما وراء الطبيعه خد مني وقت كتير. خصوصا ما وراء الطبيعه انت برضه هتعمله ازاي؟ الناس خايفه كمان، ناس معجبه عليه جدا بالمسلسل. وناس ممكن هم يتضايقوا لما تتريق على المسلسل. فهو كان طويل، انما في العادي يعني ممكن من 3 لـ4 ايام حسب، يعني لو فيلم ممكن ياخد يومين 3 مثلا، لو مسلسل ممكن اكتر حسب عدد الحلقات بقى.